السيد أمار. دكتور، دكتور أنت بتعرف اللي مريت فيه لحتى وصلت لهون. ديفيا شو وضعها؟ إمتى رح تتحسن؟ طمني عنها. أنا كثير آسف، هالشي ما كان لازم يصير. نحن حكينا مع الشرطة ورح نعرف سبب اللي صاير بالضبط. شو قصدك نعرف السبب؟ لو سمحت روق شوي، كل شي رح يكون منيح. بس يا دكتور أنا ما عم أفهم شي. كل شي رح يكون تمام، عود لو سمحت. تفضل يلا. دكتور، ديفيا بلشت تستعيد وعيها شوي. ديفيا، ديفيا عم تصحى ما؟ ديفيا عم ترجع لوعيها؟ يعني ديفيا طابت؟ اي سيد أمان، وصار فيك تروق وتضل جنبها دائما وما تتركوا بعض أبدا، لا عاد تتركها بعد اليوم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.